لا تحسبوا أنا بس بمشي لكم الموضوع. الحين بتقولون هاي الموضوع تتكلمين احنا ما نعرف ايش سوينا، ها علاش تنذبين وانت قاعدة تبكين قدامنا؟ علشان هذا هذا انا اتعب على قناتي وانتم تحطوا لي ديسلايكات. اللي حاط لي اشتراك وقاعد يحط لي ديسلايكات خلي يشيل اشتراكه مني، ما عندي مانع. اذا شفت اشتراكه عندي بعد يحط لي ديسلايكات بس علشان قناتي كذا سو فيها، لا انا عن امش كاره، لاني صراحة اتعب على قناتي وسوي فيديوهات بس علشانكم في الاخير تحطوا لي ديسلايكات. نعم سويت لكم. يوم السبت راح انزل، خلاص كل سبت بنزل، دام كذا ما تبون انزل كل يوم علشان ديسلايكاتكم، خلاص كل سبت راح انزل، فاهمين؟ يلا باي.